عن أزمة الجوازات في العراق والفساد الحاصل، ينضم إلينا من كوالالمبور الأكاديمي ودبلوماسي السابق محمود المسافر. حياكم الله أستاذ محمود. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ محمود. يعني بداية، بالنسبة للجواز الدبلوماسي العراقي، هل يقتصر منحه على العاملين في الخارجية بصفة دبلوماسيين فقط أم هناك معايير محددة؟ شكرا. بدءا بارك الله فيك وفي قناتكم الموقره وفي مشاهديكم، تحيه للجميع. الحقيقه تعتمد هاي القضيه كثيرا على كل دوله، لكن اكو اتجاه عام انه الوثيقه الدبلوماسيه هي يجهز بها دبلوماسيه تلك الدوله وبعض المسؤولين المهمين، تبدا من رئيس الجمهوريه او الملك، رئيس الوزراء، بعض الوزراء وبعض الوكلاء. بعض الدول لا تعطي الوكلاء جواز سفر دبلوماسي بل تعطي جواز سفر خدمه، والمدراء العامون كذلك، لكن في الاعم هو جواز سفر خاص بمن يمثل الدوله خارج حدود تلك الدوله وفي نطاق قانوني محدود ومحدد بموجب اتفاقيات دوليه، يمكن اهمها اتفاقيه اثينا عام 1961. نعم دكتور محمود، لجنة النزاهة النيابية تتحدث عن إصدار 32,000 جواز دبلوماسي، بينها 10,000 جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا هم موظفون بوزارة الخارجية. يعني أسألك عن المعايير والضوابط المعتمدة في منح جواز سفر دبلوماسي لموظف ما. يعني بدي أن أقول وبصراحة الحقيقة هذه القضايا دائما بداخل ما يسمى بالبرلمان العراقي تستخدم لأسباب سياسية وليست لأسباب قانونية أو موضوعية حقيقية. وأنا أسأل اللجنة النيابية نفسها، هل تحملون أنتم جوازات سفر دبلوماسية أم لا تحملون؟ هي المشكلة الحقيقية هي في العملية السياسية التي أقرت موضوع ما يسمى بالمحاصصة والكعكة. العملية السياسية تتكون، إذا تسمح لي في دقائق محدودة، تتكون من نوعين من العاملين فيها. نوع جاء مع الاحتلال قبله وبعده بقليل، وهؤلاء يسمون المؤسسون لهذه العملية السياسية. هؤلاء لهم الحقيقة ضمانات كبيرة أن تبقى كل امتيازاتهم كما كانت. لذلك عندما نتحدث عن كمية كبيرة من الجوازات سفر يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمود. نعم أسمعك دكتور محمود، لو نعم. تكمل تفضل. نعم، وهناك جزء آخر من العملية السياسية الذين يأتون بعدين، يعني عندهم حصص بالبرلمان وهؤلاء غير مهمين، يوزعون عليهم مثل ما يشاؤون. يعني القضية الحقيقية تقنينها، هي قننت هذه القضية بقرارات من البرلمان وقرارات من الجهات المتنفذة تذهب إلى وزير الخارجية، ووزير الخارجية ينفذ. وهذا خطأان خطيران الحقيقة في القانون. أولا على وزير الخارجية أن لا ينفذ هذه الطلبات على الإطلاق، يعني لا يجوز لجهة غير سيادية أن تطلب من وزير الخارجية أن يصرف جوازات سفر دبلوماسية لغير الدبلوماسيين ولغير المشمولين قانونا بذلك. والشيء الآخر هو من سمح لهذه الجهات، ميليشيات ومثل الأحزاب المتنفذة، أن تحصل على جوازات سفر دبلوماسية؟ أنا أقول لك الآن أنه لا يوجد على الإطلاق أي رئيس حزب سياسي عامل اليوم في العراق من الأحزاب السياسية التي جاءت مع المحتل ولا يحمل هذا الجواز السفر الدبلوماسي، هو وعائلته، حتى ولو لم يكن ممثلا لا في الدولة التنفيذية ولا في البرلمان. المشكلة هي أنهم يتقاسمون موضوع الجوازات الدبلوماسية والامتيازات كما يتقاسمون الكعكة الأخرى، من الأراضي إلى الحصص في الوزارات إلى الأموال التي المتأتية من النفط إلى الجامعات إلى المعاهد إلى المدارس، كل شيء من ضمن الحصص ومن ضمنه الحقيقة الجوازات سفر دبلوماسية، فلا غرابة في ذلك. دكتور، عندما يتم ترخيص الجواز الدبلوماسي العراقي بهذه الطريقة، ما هي التداعيات وكيف ستكون هذه التداعيات، تداعيات هذا الترخيص على سمعة العراق، يعني دبلوماسيا وسياسيا، خصوصا أننا هنا لا نتحدث فقط في الداخل العراقي وإنما واجهة العراق أمام الدول، أمام باقي الدول؟
هو تداعيات خطيرة الحقيقة، تداعيات خطيرة، لكن يعني أساس هذا العمل هو جهل، جهل من القائمين بهذا الموضوع، وجهل من الذين الحقيقة يعتقدون أنهم سيستفيدون من الجوازات الدبلوماسية. الجواز العراقي هو جواز واحد، سواء كان دبلوماسيا أو جوازا عاديا أو جواز سفر خدمة أو جواز سفر خاص أو جواز سفر إداري للإداريين العاملين في السفارات، هو جواز واحد، قوته هو نفس القوة الحقيقة. إذا ضعف الجواز السفر بالكامل، هو ما إلى قيمة الجواز السفر الدبلوماسي. يعني اليوم جواز السفر العراقي هو في العشرة الأخيرة من جوازات السفر بالعالم، يقال أنه هو الثاني بعد من الأسفل بعد أفغانستان، فما قيمة جواز سفر دبلوماسي إذا كان هو الجواز العراقي بهذه القيمة؟ المشكلة الحقيقية أنهم لا يفهمون ذلك، هم يعتقدون أن هذا privilege، أنه هذا نوع من أنواع الأدفانتج اللي ممكن أن يحصلون عليها، ولا يريدون أن يفرطوا بها طالما أنهم مسؤولون في الدولة، وهذا ستعقبه الكثير من التداعيات الخطيرة على مستوى قبول الجواز العراقي عموما وعلى مستوى احترام الدبلوماسي بالخارج. طالما أن الدبلوماسي مثلا في أي عاصمة من العواصم في الدنيا ليس هو الوحيد الذي يحمل الجواز السفر الدبلوماسي، بل أن هناك تجارا وأن هناك مهربي مخدرات وهناك الكثير من الذين حصلوا من قادة الميليشيات يذهبون إلى سفرات سياحية ويحملون هذا الجواز. الدولة سين التي تستقبل العراقيين لن تحترم هذا الجواز، وبالتالي لن تحترم الدبلوماسي الموجود على أراضيها الذي يحمل هذا الجواز، لأنها تعتقد طالما أن هذه الجوازات أعطيت بهذا الرخص وبهذه الطريقة البذيئة والرخيصة، وبالتالي أن الدبلوماسيين أيضا جاءوا بهذه الطريقة ليكونوا دبلوماسيين، مع احترامنا للجيد منهم بالتأكيد، ولكن هذه الحقيقة أنهم بذلك الحقيقة يذبحون الدبلوماسية العراقية المذبوحة أصلا بسبب تشريع البرلمان الفاسد وبسبب القوة التنفيذية المسيطرة على السلطة الفاسدة أيضا. ماذا لو أساء فعلا يعني حاملو جواز السفر الدبلوماسي استخدام هذه الوثيقة المحترمة في أعمال وممارسات غير قانونية كالتهريب مثلا في المطارات الدولية قانونا وسياسة وسمعة؟ شوف، هو الحقيقة يعني حتى أوجه كلامي مو فقط لمشاهديكم الكرام ولكن لحملة هذه الجوازات، أنه حمل هذه الجوازات لا يعني نهائياً التهرب من القوانين المعمول بها في الدول وعلى المستوى الدولي، يعني في الدول المحلية أو في السلطات المحلية لأي دولة أو على المستوى المحلي أبداً، لأنه هو يخضع للتفتيش وكل ما هنالك. أن هناك اتفاق عام، هناك عرف أنه حملة الجوازات الدبلوماسية وناس محترمون يمثلون دولة لديهم حصانات، تم اختيار هؤلاء على وفق منطقي، أسس منطقية ودقيقة وحسابات كثيرة. لذلك عندما أنت تفشل هذا الأمر أمامهم، أنت تقول لهم أن هذه الجوازات تعطى لمن هب ودب وأنها بعشرات الآلاف، هؤلاء لن يحترموا هذا الجواز، وبالتالي لن يساعدهم على التهريب ولن يساعدهم على أي شيء، لأنه هو سيخضع للقوانين ما يخضع لها أي صاحب جواز. نعم، في هذا المجال ما الذي يعنيه التساهل بمنح جوازات السفر الدبلوماسية في مقابل إعاقة إصدار جوازات السفر العادية للمواطنين التي لربما يقتضي إصدار جواز سفر عادي يعني أشهرا؟ كيف ينظر العراقيون لهذا الواقع؟ المتضررين من عراقي، لأن السفارة ترفض أن تعطيني جواز سفر عراقي. إذن هناك تقطع بالصوت. أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر سكايب من كوالالمبور، الأكاديمي والدبلوماسي السابق الدكتور محمود المسافر، شكرا جزيلا لك.